اجزاء من شعبنا عايشه في مخيمات اللاجئين اللي شفتوا، اجزاء عايشه في اراضينا المحرره، اجزاء عايشه تحت قمع السلطات المغربيه في الاجزاء المحتله. هذه الوضعيه اللي طالت كثير، هذه 40 عام من المآسي. انتم تجايات ياك توجهوا نداء يعني صرخه للعالم. هذا الوقت مهم جدا، ياك تقولوا لمجلس الامن الدولي، ياك تقولوا الامم المتحده، ياك تقولوا لكل يعني دول وشعوب العالم، كفى من تشريد، كفى من المأساة اللي فرضتها الحكومة المغربية للشعب الصحراوي. الحكومة المغربية تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان وتريد الاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالرغم من وجود المينوسو. وبالتالي الحكومة المغربية تطلب شيء خطير، هي أنه المجتمع الدولي يشرع للحكومة المغربية انتهاكات حقوق الإنسان الصحراوي. هذا شيء غير مقبول، هذا شيء على المجتمع الدولي ومن خلالكم المجتمع الدولي يستنكر هذا الموقف المغربي، يدعم ويستميت في ضرورة أن المينوسو تتولى حماية ومراقبة حقوق الإنسان.